بالنسبة للديوان يعني هو باشر في توزيع حقوق المؤلفين. بالنسبة للتوزيعات الخاصة بالاستنساخ الميكانيكي كان المستفيدين أكثر من 772 يعني مستفيد، منهم مؤلفين وناشرين، وكذلك المبلغ اللي أوزع يفوت 45 مليار سنتيم. وفيه تحضير لهذا الأسبوع لتوزيع حقوق استنساخ درامي لفائدة المنتجين والفنانين الأداء. إن شاء الله يعني هذا الأسبوع تتحقق التوزيع هذا ونبعثه للمستفيدين نتاعو. الرقم راح يفوق 30 مليار سنتيم، والمستفيدين منها الفنانين الأداء. عندنا يعني أكثر من 500 فنانين أداء وأكثر من 30 منتج دعامات سمعية درامية.